بمنطقة ساحل علما كسروان شقق فخمة للبيع. البناية موقعة على شارع كتير رايق وبتتميز بمنظر صوب البحر ما بيتسكر عليه حتى من أول طابق، مؤلفة من 7 شقق سكنية وكل طابق شقة. مساحات الشقق ببناية ساحل علما 245 متر مربع، بلاط رخام بالأرض، ديكور جافسين، بواب خشب سندين، شفاج على المزود، اير كونديشن يونتس بكل البيت، والصالونات مسكرين كورتن جلاس، ستورات على الكهرباء، والمطبخ بيتجهز حسب ذوق الزبون. مثل ما ذكرنا بناية ساحل علما تتميز بمنظر بيطل على خضار وصولاً للبحر وما بيتعمر فيها. 245 متر مربع بساحل علما، شقق فخمة 3 نوم مع غرفة قاعدة، 2 باركينج أندرغراوند وستوريج روم، وستارتينج برايس 2100 دولار بالمتر. بيفيو ريزيدنس، مشروع سكني جديد under construction بالبيادة، منطقة خضراء وفيو all around صوب البحر والجبل. تتراوح مساحات الشقق بين 230 و 520 متر مربع، مقسمين ل 3 بلوكس، وكل بلوك بيتميز بتقسيم مختلف. اكستيرير مشروع ملبس حجر وأليكوبان، دبل وولز للإنسوليشن، وهاي اند فينيشينج بالداخل كمان. بوتوتشينو أوبن بوك بالأرض، جيبسون بورد ديزاين مع سبوتلايتس بالسقف، سانيتري إكويبمنت كلها فيرست تشويس يوروبيان براند، كونسيلد أي سي بالريسبشن، وسبلت أي سي يونتس بالغرف، كيتشنز كلها مجهزة بسموك ديتكتورز وريزين كاونتر توبس. أما آخر طابق من كل بلوك هو جوبلكس بمساحة 500 متر مربع مع تراس مجهز بتستد ووتر بروف سيستم. بيتميز بلوك سي ببرايفسي وأبارتمنت وحدة بكل طابق، 2 underground levels للباركينج مع أوتوماتيك جيتس، و2 generators بالأندرغراوند في حال صار أي عطل. إمدادات للسولار سيستم موجودة وفاير ألارم سيستم للسيفتي بكل المشروع. بيفيو ريزيدنس، لوكجري بروجكت بالبيادة بمراحل الفينيشينج، ايديال لوكيشن وبانوراميك فيو صوب البحر والجبل. ديليفري ديت صيف 2015، ستارتنج برايس 3000 دولار بالمتر. نحن بالمتن وعلى ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر، وتحديدا بمنطقه دهور صليمه، لنتعرف على مشروع فيلا سكني للبيع تحت اسم تله الصنوبر. مشروع تلة الصنوبر مؤلف من 17 فيلا، فيلال دوبلكس بمساحة 235 متر مربع وتريبلكس بمساحة 320 متر مربع. كل فيلا بمشروع تلة الصنوبر ملبسة صخر، بتتميز ببلاط رخام بالأرض، ديكور جافسين بالسقف للإندايركت لايتينج، وإمدادات للهيتينج والإير كونديشن يونتس، بالإضافة لبرايفت جاردن لكل فيلا بمساحة 200 متر مربع تقريبا. بالمتن وبمنطقة دهور سليمة، تلة الصنوبر مشروع فيلال under construction بيتسلم بخلال سنة 2016، فيلال بمساحة 235 متر مربع دوبلكس ب 300 ألف دولار، وفيلال بمساحة 320 متر مربع تريبلكس ب 450 ألف دولار. Thank you.